فهذه آيات بينات، آيات بينات تمر على أسماع الناس وأبصارهم يوميا. واللي يغفل عن هذا إما إنه مستكبر ويخشى عليه إنه يموت من أهل النار، وإلا إنه غافل ساذج لا يساوي شيئا. ولذلك لا يعجبكم أي كافر، أي كافر لا يعجبكم، لأنه لو عنده رشد وعقل لب لاهتدى، لاهتم بالإسلام حتى يعرف عنه ويهتدي. وكم من شخص الذي درس عن الإسلام واهتدى وجاءوا من أطراف الدنيا إلى مكة يطوفون، بينما ناس من المستشرقين الطغاة درسوا في الحرم المكي، خذوها مني، درسوا في الحرم المكي سنين وتخصصوا في بعض المذاهب الفقهية التي حولهم ليفتنوا الناس، وذهبوا كفار، تلبسوا بالإسلام وذهبوا كفار. فهذه الآيات البينات تجعل المسلم يغتبط بدين الإسلام ويعتز بدين الإسلام ولا يهن ولا يهون، ويذكر مسؤولية أمام الله تعالى عن دين الإسلام. كما أحسن الله إليك أحسن إلى الناس، ومثل كتاب الله تعالى بالتطبيق على أكمل وجه تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثل النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته وهديه على أكمل وجه تستطيعه، ما علمت فاعمل به، وما لم تعمل ما لم تعلم اسأل عنه. وإياك إياك أن تظهر في وسيلة إعلامية أو تسافر خارج المملكة وتسيء تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم في العالم، إياك وإياك، ترى الله خصمك جل وعلا. لا تنسب لدين النبي صلى الله عليه وسلم شيء أو سيرته. لو تسبل ثوبك ستسأل هذا لباس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ والله لا حجة لك. لو تفعل أي تصرف ما لك حجة، لأنك مخالف وتدري أنك مخالف. اتق الله يوم تقف بين يديه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والحديث الصلة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.